السلام عليكم، حياك الله يا إبراهيم. قلت عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا إبراهيم؟ أنا أعتذر لك يا إبراهيم أني جبت لك للحي، لكن ولدي لسه قبل كم يوم ماخذ كيماوي وتعبان. الولد الصغير، تخيلوا، الطفل فيه سرطان. ولدي محمد تعبان وأنا جبتك هنا عشان أركبه، فأرجوك ما تزعل مني. يقول إبراهيم، قلت لا يا عم أنا ما أزعل منك ولا شيء، والله لو تبغى مني أرقى فوق أجيبه وشيله من سريره ونزله أعملها من عيوني الثنتين ولا تزعل يا عم. سبحان الله. يقول قال الله يجزاك خير يا إبراهيم. يقولوا مشينا. وين رايحين؟ رايحين على المستشفى المتخصص هذا في المرض. يقول مشينا، يقول طول الطريق وأنا أدردش معه وسولف معه. يقول لما وصلنا عند المستشفى هذا مستشفى السرطان يا جماعة الخير، جنبه ناس يبيعون ألعاب وكذا، لأن أغلب الناس اللي يجون يشترون ألعاب للأطفال المرضى. المهم يقول إبراهيم إنه أبو محمد طلع لي 200 جنيه قطعة واحدة وقال لي تفضل، كم حسابك يا إبراهيم؟ قال حسابي 70 جنيه. يقول فقال له تفضل هذه 200 جنيه. فقال له إبراهيم والله ما عندي يعني خردة، ما عندي فكة للميتين جنيه. فقال له أبو محمد أبشر أنا أنزل وأشوف راعين الألعاب هذول يفكون لي الميتين. نزل وراح يقول إبراهيم أشوفه بعيني، وهو يروح لأصحاب الألعاب هذه وما عندهم فكة. بعدين شاف صاحب تاكسي في الاتجاه المعاكس فأشر له، أبو محمد أشر له فوقف راح التاكسي. فقال له أبو محمد بالله معك فكة يا أسطى؟ معك فكة؟ فقال أيوة معاي فكة. فلما أخذ منا 200 جنيه دعس بنزين راعي التاكسي وهرب. يقول إبراهيم أنا في التاكسي وأشوفه لما هرب. يقول قلت الآن لو رحت على بال ما داور بيكون هرب زيادة، وبعدين أنا معاي الطفل هذا يمكن أبوه يخاف عليه ويحسب أني خطفته ولا كذا ويرتاح عليه. يقول المهم أنا أشوف الموقف. يقول أبو محمد لما أخذ منه 200 جنيه رفع يديه للسماء قال يا رب يا رب يا رب الطف بي، يا رب الطف بي، يا رب أنا ما عاد أتحمل، أنا تعبت، يا ربي لطفك يا رب. ثم رافع صوته مسكين وقاعد يصيح على الرصيف. تجمعوا الناس. يقول إبراهيم نزلت من سيارتي وجيته. يقول قعدنا نهون عليه، قلت له يا أبو محمد أنا مش عاوز فلوس. يقول أنا ما أبغى فلوس، خلاص هد أعصابك واهدى، الله يفرج كربك، اهدى يا أخي والأمر سهل وحقك ما يضيع وإن شاء الله. يقول قال لي يا إبراهيم أنا ما عندي إلا 200 جنيه هذه، يا إبراهيم أنا أبغى أفرح الولد هذا، أنا ما عندي إلا 200 جنيه هذه. يقول أثناء ما إحنا جالسين يقول في واحد صاحب سيارة فخمة كان واقف وشاف المظهر منظر كله. يقول جاء كذا من غير ما يكلمنا وصل لين عند أبو محمد وحط مجموعة فلوس في مخبأ أبو محمد كذا ثم راح. يقول ولا كلمنا ولا كلمة، ركب سيارته فخمة ومشى. يقول المهم أنا قلت يا ربي لك الحمد، رزق جاك يا أبو محمد. يقول أبو محمد يبكي، يقول أخذت أبو محمد ركبته معي في السيارة. قلت يا أبو محمد اهدأ، خلاص يا أبو محمد الله يفرج كربك، الحمد لله جاء واحد تصدق عليك أعطاك فلوس، عدها يا أبو محمد خلنا نتقاسمها أنا وياك. يقول إبراهيم يقول أضحك أنا أبغى أدخل عليه السرور. يقول المهم أبو محمد طلع الفلوس وبدأ يعد. لما عدها كم طلعت يا جماعة؟ طلعت 2500 جنيه. يقول لما عدها وشافها 2500 جنيه بدأ يبكي زيادة. يقول سكتها سكتها سكتها، قلت له يا أبو محمد الحين أنت وأنت يعني عندك مصيبة تبكي، والآن يوم الله فرجها عليك تبكي. قال لا أنا أبكي هذا البكاء فرح، أنا علي أجار متأخر 2300 جنيه وصاحب البيت ما هو مقدر ظروفي ولا مقدر مرض ولدي وجالس يطاردني يقول لي بتدفع لي بسرعة 2300 جنيه، وأنا اليوم وأنا بعد ما صليت الفجر رفعت يدي لله قلت يا رب يا سريع الفرج يا كريم يا عظيم افرج عني يا رب افرج عني، أنا مالي إلا أنت يا رب. فالله سبحانه وتعالى أعطاني 2300 للإيجار و200 اللي أخذها التاكسي.
الله سبحانه وتعالى كريم. يقول إبراهيم بديت أنا أبكي، قلت سبحان الله كيف فرج الله السريع. يقول تخيل أنت لو أن هذا صاحب التاكسي ما سرق 200 جنيه، ما جاءت 2500 لأبو محمد. قد الله سبحانه وتعالى يبتليك بالمصائب التي خلفها المنح وانت ما تدري.